البرلمان النمساوي يعيد فتح أبوابه بعد 5 سنوات في حفل مهيب. النمسا تدعم اليونان في بناء جدار عازل مع تركيا بطول 140 كيلومتر. مكتب العمل في فيينا يعتزم تقديم دورات باللغة العربية لتعزيز ذوي الخبرة. النمسا تسجل أدفأ شتاء منذ عام 1961 العام الماضي. محكمة النمساوية تقضي بالسجن لفلسطيني بتهمة قتل مدنيين في دمشق. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. أعيد افتتاح البرلمان النمساوي باحتفال كبير بعد 5 سنوات من التجديد بتكلفة وصلت ل 400 مليون يورو، وقال رئيس البرلمان سوبوتكا: لقد عدنا إلى المنزل مجددا. وتم العمل على تجديد مبنى البرلمان في فيينا لأكثر من 5 سنوات، وأمس الخميس أعيد افتتاح البرلمان بحفل ضخم تم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا. ومن أبرز معالم البرلمان القبة الزجاجية فوق القاعة الرئيسية حيث يبلغ قطرها 28 مترا، وقد ألقى رؤساء المجلس الوطني الثلاثة الكلمات الافتتاحية. يذكر أن البرلمان النمساوي سيفتح أبوابه غدا السبت والأحد كيوم مفتوح. أشار وزير الداخلية النمساوي جان هات كانا بجهود اليونان الإيجابية في تكثيف حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تعزيز قدرات وإجراءات الشرطة. وقال أن توسيع السياج الحدودي بين تركيا واليونان يدعم مكافحة تهريب البشر، وطالب كاغنا أن يدعم الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على الحدود الخارجية. يشار إلى أن اليونان أعلنت عن تمديد السياج الحدودي مع تركيا لمسافة 80 كيلومتراً، ومع انتهاء المرحلة النهائية سيبلغ طول الحاجز الحدودي 140 كيلومتراً بتكلفة 3 مليون يورو لكل كيلومتر. ترغب بيترا دراكسل من مجلس إدارة مكتب العمل في فيينا تقديم تدريب ثنائي اللغة باللغتين العربية والألمانية، وذلك لتحفيز الأشخاص ذوي الخبرة السابقة للعودة للتدريب. وأكد وزير العمل مارتن كوخا أن هناك حاليا حوالي 11,300 وظيفة شاغرة في المجالات المتعلقة بالمناخ، وأن هناك نقص حاد في المجالات التكنولوجيا الكهروضوئية وتكنولوجيا الأتمتة والهندسة الكهربائية والميكاترونيكس. وحسب ما ذكرت صحيفة فيينا ستخصص الحكومة 17 مليونا ونصف المليون يورو من وزارة حماية المناخ لمزيد من التدريب في قطاع المناخ والبيئة. أعلن المعهد النمساوي للأرصاد الجوية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام دفئا في النمسا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل أكثر من 200 عاما، وأوضح أن العام الماضي جاء في المركز الثالث بعد عامي 2014 و18، وأدرج المعهد العام الماضي كأسوأ عام على الإطلاق شهدته النمسا بالنسبة لتدهور أوضاع المناخ، حسب مارك أوليفز رئيس قسم بحوث المناخ الذي حذر من تأثير الاحتباس الحراري. قضت محكمة في مدينة غراتس النمساوية بسجن سوري من أصول فلسطينية 15 عاما بعد إدانته بالقتل العمد للمتظاهرين في دمشق عام 2011 أثناء مشاركته في صفوف ميليشيا منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الموالية لنظام الأسد. وحسب ما ذكرت صحيفة غونن فقد أثبتت المحكمة تورطه بالانتماء إلى منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإرهابية، وأفاد شاهد عيان للمحكمة بأن المتهم قام بإطلاق النار مباشرة مع آخرين كانوا معه على المتظاهرين في دمشق بداية الثورة السورية ضد نظام الأسد، مما ما تسبب بقتل العديد من المدنيين. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.